السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وليد ان شاء الله راح نديروا كيكه زيبرا. هاد الكيكه كاين شحال من وحده، انا طلبتها مني من قررت اني نعملها لكم. كيكه سهله عاديه، تجي بزاف بنينه، تجي خفيفه ومقاديرها بسيطه. مش راح نحتاج في هذه الوصفه، راح نحتاج 4 بيضات كاملين، الكاس اللي تعودنا عليه هنا في 240 مليلتر، كاس تاع السكر عادي، كاس تاع الزيت، كاس تاع الحليب، 2 كيسان تاع الفرينه كما رانا نشوفوا، مغرفه صغيره تاع لافاني، 2 مغارف كبار تاع الكاكاو، 2 كيس تاع خميرة الحلوى. نبدأ مباشرة بطريقة التحضير. إذا نبدأ بالبيض هو الأول. بسم الله. إذا 4 بيضات كاملين، هاد 4 بيضات كاملين نديرو لهم، عفوا حولي القشور، من الأحسن القشرة تخرجيها بالقشرة، يعني جات مناسبه باش نوريكم التدبيره، يعني لو نحيتيها بيدك مش راح تنحى لك، راح تزلق لك. اذا ندلها كاس تاع السكر، مغرفه صغيره تاع لافاني معمره مليح، نخلطهم مع بعض. انا دائما الوصفات اللي فيهم الحليب يعني ما يهمنيش اني نخلط مليح السكر مع البيض، لانه الحليب هو اللي راح يذوب لنا هذاك السكر. نخلطهم مع بعض، نزيد لهم هذاك الكاس تاع الزيت، من بعد نزيد لها 2 كيسان تاع الفارينة، من الأحسن أن نغربلهم. إذا الكاس الأول، كيكة زبرة يعني سميت على الزبر، يعني الحمار الوحشي، تجي في هذيك الخطوط. حنا الحين نعملوها بالشوكولا بالفاني. إذا نغربل هذيك الفارينة اللي هي 2 كيسان كاملين، نزيد معاهم 2 كيس تاع خميرة الحلوى، بهذه الطريقة. أحيانا تجي محب حبة هذيك الخميرة. إذا نخلط مليح حتى نحصلوا على خليط ليس. اذا هنا بعد ما خلطت، ها هو الخليط تاعنا يعني شويه جاري، نحكمه نقسمه على 2. عفوا، اذا نقسم الخليط تاعي على 2 بهذه الطريقه. اذا هذا الخليط الاول، هذا الثاني، هذا الثاني واش راح ندلو. اذا نبقاو في الفانيلا. عفوا، نحكم الكاكاو تاعنا اللي هو 2 مغارف كبار، نغرب لهم على الخليط الثاني. دائما نخيروا الكاكاو ماشي الاسود، اللي يكون كلير شويه ويكون الذوق تاعو بنين، يعني كي تشميه الريحه يعني تعرفيه من ريحته، ويكون مر بطبيعه الحال ما فيش السكر. اذا هنا ما رانا نشوفوا، شوفوا الخليط كيفاش يجي. كما نعرفوا انه الكاكاو يتقل لنا شويه الخليط، هنا راهو ثقيل، هنا راهو خفيف، لازم يولو كيف كيف. واش نزيد له هنا؟ راح نزيد له 2 مغارف كبار تاع الفارينه، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اذا الخليط كي نقسمه في الاول ندلو 2 كيسان، كي نقسمه هذا نزيد له 2 مغارف كبار تاع الكاكاو، هذا نزيد له 2 مغارف كبار تاع الفارينه. اذا المغرفه الاولى وهذه المغرفة الثانية، يعني انتي تتحكمي في السماكة تاع الخليط تاعك، لأنه لازم يكونوا عندهم نفس السم، يعني نفس كيفاش نقولو، ها هو الخليط فانيلا وهذا خليط الشوكولا. إذا هنا نبدا في التشكيل تاع الحلوة تاعنا تاع الزبرة. هنا عندي المول فيه 26 سنتيم كما نشوفو. إذا بهذه الطريقة
الفرن تاعي راني شعلته قبل ما نبدا نخلط الكيكه تاعي على 180 درجه. هنا درت غراف ولا مغرف ولا في الكاكاو وفي الابيض. واش ندير؟ اذا نلفت شويه نديرو في الوسط كما رانا نشوف بهذه الطريقه. من بعد نرفد نفس الكميه اللي رفدتها في الفاني نديرها مع الكاكاو بهذه الطريقه. نكرر العملية إذا كما نشوفو ونبقاو حتى نكملو الخليطين مع بعض. كما نشوفو إذا راح نكمل الطريقة لأنه ما يمكنش نصوروها كاملة، حجي الفيديو طويل بزاف. اذا راح نكمل كامل الكميه. اذا بعد ما كملت بالتناوب شوكو فاني شوكو فاني شوكو فاني راح ندخلها للفرن 180 درجه حتى تطيب. تطلع لنا كي تدخلي المستخرج هنا شف نحوها. اذا هنا الكيكه تاعي هنا بعد ما طابت وبدت مليح، هنا تزيين اختياري. تقدري دير لها كوش تاع شوكولا، مربى، لا جولي، واش عندك تقدري ميم تخليها هكا يعني بدون تزيين. هنا عندي لا جولي، بالفكره هذه لا جولي اللي كنت جهزتها معكم هذه تقريبا عام، يعني شوفوا يعني بقات محافظه على الشكل تاعها ما تفسدش. جهزناها بالتفاح. اذا نطلع ندهنها كامل ونشبعها بشويه تاع جوز هند ولا واش عندك مكسرات ولا كيما قلت لكم شوكولا ولا كريم ديسير شوكولا. اذا نكمل نزينها. اذا الان هاي الكيكه تاعنا امامنا، راح نقسمها امامكم باش نشوفوا الخطوط اللي دارولنا في الوسط. بسم الله. اذا نقسموا الكيكه بهذه الطريقه ونرفد. بسم الله، يعني ها هما الخطوط كما رانا نشوفوا. كيكة زبرة بانا ها هي امامنا واجدة. نتمنى انكم تجربوها وتجي خفيفة بزاف، والله كأنها مسقية من الداخل يعني ما تجيش ناشفة. ها هي الكل يطلبوها مني، ها هي امامكم. نتمنى انكم تجربوها وتنجحوا فيها. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة، والى اللقاء.